الأنظار مسلطة عليه اليوم والكاميرات تراقبه. الهداف الحالي لمسابقة الكاس متوقع من الكثير بالتأكيد وفي انتظار أهدافه. دقائق على انطلاقة هذه المباراة، نتمنى أن نشاهد مباراة. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق ولحظات على انطلاقة مباراة الذهاب للدور ربع النهائي، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي في مواجهة فريق جمشد بور. الحماس والقلق والحسابات وكل شيء هنا من أجل نصف النهائي، لكنها اليوم 90 دقيقة فقط ليست حاسمة، لأن الحسم سيتأجل لمواجهة الإياب مهما كانت نتيجة اليوم، لكن بالطبع ما سيحدث اليوم سيؤثر على ما سيحدث في الإياب. عند الفرصة مستحيل اللعبة، الكرة في المرمى، هدف مبكر لافتتاح النتيجة. شوف الإعادة، أي قوة، وكأنه يريد الانتقام، وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تفتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة، حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. الاتحاد يتقدم في النتيجة. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. تسلل يحتسب مساعد الحكم في هذه الكرة. يتدخل ويستعيدها من جديد. جيدة. يا الله، أي تسديدة من أي مسافة، أي كرة وأي روعة وأي متعة، مستحيل الكرة. إعادة للتسديدة القوية والمتقنة التي انطلقت من مسافة بعيدة واستقرت في المرمى. شوف من وين كانت ملعوبة، تصويبة متقنة من مسافة بعيدة جدا. هدف من الأهداف التي يعشقها الجمهور، تسديدة من بعيد تغالط حارس المرمى وتستقر في المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. نشاهد فرصة في هذه اللحظات، والتصويب على المرمى. يا رب، مستحيل، هدف من كوكب آخر، يتألق في الهواء، يضرب كرة مقصية في المرمى، هدف لا يسجل إلا الكبار، مستحيل اللقطة. أي كرة وأي هدف، ضربة مقصية، مهارة غير عادية، استقرت الكرة في الشباك. شوف اللقطة، سيذكرها الجمهور طويلا. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. تدخل مثالي في داخل ال 18. واضح أن الجماهير غاضبة من عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق، وتشعر بأنها كانت مستحقة.
اعتراف ناجح لاستعادة الاستحواذ. المساحة أمامه في هذه اللحظات، والراية تتدخل هنا لإلغاء هذا الهدف. حالة تسلل، قرار صعب على الجميع هنا. كانت لقطة قريبة، واضح الإحباط بعد إلغاء الهدف. كرة بتضرب الخط الخلفي، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. تدخل ممتاز ورمي التماس الآن. دفاع متأخر بدون ضغط مبكر. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. إذن تنتهي أحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. تنطلق الآن مشاهدينا ركلة البداية لهذه المباراة المنتظرة بين الفريقين. عند الفرصة، مستحيل اللعبة، الكرة في المرمى، محاولة جيدة. يا الله، أي تسديدة! يا رب، مستحيل، هدف! المساحة أمامه في هذه اللحظات، والراية تتدخل هنا لإلغاء هذا الهدف. حالة تسلل، قرار الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. مجهود مميز. أوهو، حلو الفرصة، الله على تسديدة بعيدة المدى لكن قريبة من المرمى، كادت أن تحرك الشباك. تحول هنا في الاستحواذ. حكم الراية مشاهدينا يرفع رايته، يعلن عن وجود تسلل في هذه اللحظة. قرار هنا بالتبديل، وبالتالي التوجه إلى مقاعد الاحتياط. يعترف ويستعيد الكرة. ركلة حرة هنا تحتسب لفريق الاتحاد. هذه هجمة أشتم فيها رائحة الخطورة. الصحافة الرياضية منشغلة هذه الأيام بأخبار انتقالات والانتدابات الجديدة للفرق. كرة هدف في هذه اللحظات. القوة ليست كل شيء، شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. تغيير يجري نادي الاتحاد. حلو التدخل على الكرة. عرضية على القائم البعيد. رأسية ملعوبة، الله على تصدي خرافي من حارس المرمى.
يا سلام على استعادة الكرة. كباريرا مستحيل هذا الهدف بأداء مثالي، يتسع الفارق لأربعة أهداف. نشوف ونتابع كرة الهدف مرة أخرى. الحقيقة اللوم على حارس المرمى لأن أتاح الفرصة لكي يدخل هدف في مرمى من زاويته حقيقة ليتحمل مسؤوليتها. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. اعتراض للعرضية بنجاح، تدخل ناجح لاستعادة الكرة. حلوة التمريرة، قد نشاهد كرة خطيرة. شوف المساندة، عرضية لمنطقة العمليات، رأسية لم تشكل خطورة أبدا، الحارس تصل إليه بكل سهولة. خمس دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. هذه فرصة هدف، يحاول يرسل الكرة له، فرصة كبيرة كانت لكنها لم تستغل، وكان بالإمكان أفضل مما كان. الآن فرصة للتسجيل، مستحيل اللقطة، أي حظ في الكرة الماضية، لعبها صح من فوق حارس المرمى. شوف وين راحت الكرة اللي مرت من فوق العارضة، مرت الكرة عدت يا الله على صافرة نهاية المباراة، وانتصار من نصيب المستضيف اللي نجح في قطع نصف المشوار الآن وأخذ الأفضلية قبل أن يسافر لخوض لقاء الإياب. يبدو بأن الأمور قد حسمت من مباراة الذهاب، لكن كرة القدم لا تعترف بهذه الأمور. أكيد سعداء بما تحقق، عليهم الحذر وعدم المبالغة وعدم الاحتمال.